مكملين اكيد باخر فقره، ومثل ما بنقول دايما سلمى مسك الختام. أكيد فرح. رح نروح لقصة من قصص الإرادة والصبر والانتصار والبطولة، هيك عنوانها لما بيكون الموضوع عم نحكي فيه عن جرحى الوطن، أكيد جرحانا اللي بنفتخر فيهم بكل مجالات الحياة. جريحنا البطل لليوم علي محسن السايس استطاع أنه يتقدم ويتفوق مو بس بالميدان، ايضا بمجمل ميادين الحياه اللي كانت صعبه، ولكن قدر بارادته انه يتخطاها، فهو متفوق بدراسته بالشهاده الاعداديه والثانويه، وايضا الحاصل على المركز الاول ببطوله طبعا اولمبياد جرحى الوطن بكرة السلة. رح نتعرف أكثر على محطات من هالصبر ومحطات من الإرادة مع ضيفنا لليوم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا بطل. يسعد صباحكم، صباح سوريا، صباح النصر لسوريا، الرحمة لشهداء سوريا، والشفاء العاجل لجرحانا. آمين. أكيد علي يسعد صباحك عن جديد. مرحلة طويلة مثل ما قالت سلمى، يمكن من الصبر والتحدي ونجاح بمختلف المستويات العملي العلمي وحتى في ميادين الرياضة، شفناك متميز أيضا. خلينا نحكي ببداية مشوارك عن مرحلة كيف تعرضت للإصابة وكيف كان اجتيازك لهي المرحلة. هلا بالنسبة لي أنا كانت الشرف الأكبر أنه كنت بالجيش العربي السوري. أنا دخلت على الجيش بال 2008، تسرحت بال 2010، بلشت الأزمة بال 2011، انطلب التحقيقات. هو الشرف الأكبر أنه انطلب التحقيقات للجيش العربي السوري، وخدمت لل 2014 مع كثير شباب برفع الرأس فيهم، كانوا زملاء لأنه بالجرح بالجيش العربي السوري. تصوبت بال 2014، كان اصابتي كانت 7 طلقات، انا تنتين بصدري، تنتين بظهري، تنتين بايدي، وحده باجري، ادت لشلل سفلي وكفينا حياتنا بالمعاناه. الاصابه كانت شوي صعبه بدايه، 6 شهور كانوا من العمر حقيقه، بس تجاوزنا هون وطلعنا من هون. قررنا انه نرجع نشتغل ونكفي حياتنا مثل ما كانت. فتحت مشغل خياطة بداية، أنا وزملائي جرحى كانوا 4، قاعدين بين بعض شوي نشتغل، عم نفكر كيف نرجع نساعد البلد ونساعد حالنا مبدئيا ونساعد زملائنا الجرحى. اشتركنا بين بعضنا مبدئيا 4، طورنا المشروع، زدنا الشركاء بالمشروع لحتى وصل 13 جريح. نحن مشروعنا الخياطة كان مساعد للبلد ونقدر نكفي حياتنا مع بلدنا. اكيد الله يقويك يا رب. وعم نشتغل بمشغل الخياطه هلق بعده مستمر طبعا. بعده مستمر وفي له صندوق كمان بيكون اللي بيكون بحاجته، الحمد لله مكفيين حياتنا. الحمد لله. يعني دائما كل جريح بيكون ضيف من ضيوفنا بيكون عنده كلمات مؤثره، ويمكن اليوم عم نسمع منك قد ايه انت عم تقول ساعدنا بعض وساعدنا لحتى نكفي ونساعد بلدنا. بتذكر جريح علي محسن علي قال الإصابة إذا كسرتك، إذا أنت كسرتها ما رح تنكسر، فيمكن هذا الإصرار موجود عند الكل. خلينا نحكي شوي عن الدراسة، يعني اليوم لما قررت إنه أنا مو بس عندي مشروع عم بشتغل فيه وعيل أسرتي، لا أنا بدي أتوجه للدراسة، نحكي عن هذا الهدف أيضا. تماما. هلا اول اصابه كانت كثير صعبه، وانا كان حلمي كفي دراستي يعني لما كنت صغير. رجعنا اتفقنا بين بعض نحن كجرحى، كل واحد فات بالاختصاص اللي هو فيه وعم بكفي بكارولي عم يرجع يدرس. قدمت التاسع والحمد لله اخذناها من اول سنه، وبكارولي نفس الشيء، وهلا عم يكفي حياتنا بالدراسه، وهلا فايتين لموضوع الجامعه. سجلت حقوق واعلام وان شاء الله بكفي. تصير زميل ان شاء الله. خلي لي اياك ان شاء الله. الحياه مستمره، ما بتوقف عند اي انسان، لازم الواحد يطلع من الجو اللي هو فيه. صحيح انجرحنا بس لازم نتحدى الصعاب ونرجع نكفي حياتنا، بعدين سوريا بتستاهل كل شيء. اذا الواحد بده ينكسر من اول صدمه بتجيه بتوقف الحياه عنده، بضل قاعد ببيته ما بقى يقدر يشتغل اي شغله، لازم يطلع من الجو اللي هو فيه.
أكيد يعني علي ما في كلام ممكن يوصف الحالة اللي عم تحكي فيها ومدى القوة والإرادة اللي يمكن ما بنشوفها عند أشخاص ما تعرضوا لأي نوع من الإصابة أو حتى هي الأزمات اللي حضرتك مريت فيها. اليوم علي بهي القوة وبهذا النجاح، مين وقف جنبك سواء بالست شهور اللي عم توصفهم إن هن كان أصعب مراحل حياتك ولحد اليوم؟ هلا الوقف جنبي أول شيء أهلي، وكانت كثير صعبه لهم الاصابه تبعي، وانجرحوا بظن اكثر من الاصابه تبعي، كان الوجع وجع امي اكثر من اصابتي. هي اللي خلتني اقوى على الحياه وارجع كفي حياتي. لما تيجي لعندي شوفها عم تبكي دموعها تكسرني اكثر. قررت انه اطلع من البيت ارجع كفي حياتي وارجع اشتغل. اجيت لمشفى حاميش، انا كفيت علاج مشفى حاميش فتره 3 شهور. الثلاث شهور كانت اعمال شاقه، ما نام لا طول بصاله الرياضه، عم كمل حياتي. انا كانت اصابتي بايدي ومأسره لايدي، قويتهم ورجعت اشتغلت وكفيت. الحياه ما اقول لك ما بتوقف عند اي انسان طبعا، وعند اي جريح. انا بتمنى من كل جريح هو يساعد حاله. اليوم اذا بدي اقعد انا ارمي العبء لاهلي اكيد راح يكونوا ضعيف وهن راح يضعفوا اكثر، راح يكون الحمل عليهم شويه ثقيل. لا، نحن لازم نساعد بعض، يعني كجرحى بشكل عام لازم نساعد بعض طبعاً. لانه الحياه حلوه كمان اكيد. بس علي لما الام بتشوفك اول شيء ببدايه الاصابه يمكن ودموع وحزن ويمكن ما نمسد او ورافضه تصدق، بس اليوم لما بتشوفك بحاله النجاح هي اللي عم نحكي عنها، قديش شفت رده الفعل اختلفت؟ فخره فيك زاد يمكن كثير، وعم بتلاقي انجازات عندي، يعني عم بتقلل اللي ما قدرت تحققه بطفولتك اللي انت عم تحققه وانت هيك، يعني رغم اصابتك انه ما اثرت عليك الاصابه، وفعلا يعني قويتها لأمي. بنوجه لها كل التحيه. خلي لي اياك، الله يحميكم. اكيد. وانا كمان بوجه لها التحيه لان امي وبرفع راسي فيها، وبوجه تحيه لسوريا الام اللي هي الاكبر. والأم فعلا الأم هي سورية، واللي بيحب أمه بيحب سوريا كثير. أكيد يسعد صباحها، وأكيد صباح الخير أيضا لزوجتك اللي مرافقتنا بالكواليس. خليها الله يقويها. الله يسعد صباحها. يسعد صباحها. خلينا نحكي شوي عن بقى الفرح والإنجازات. هلا حكينا عن الشهادة الإعدادية وحكينا عن الشهادة الثانوية ومشروعك الخاص. خلينا نفوت شوي، من فترة كان في أولمبيات جريح وطن، أول أولمبيات أنت شاركت فيها، نحكي عن فترة التحضيرات، كيف كانت المنافسات المباريات بشكل عام؟ تماما. هلا أنا من سنتين بفريق كرة السلة، كنت ألعب مع فريق ريف دمشق. بوجه تحية للكابتن أحمد عطايا مشاشتكم العظيمة، اللي هو حفزنا معنويا للعبة كرة السلة وطالعنا من الإصابة اللي نحن فيها. كنا نشتغل مع بعض نحن وياه لحتى نطلع من الجو اللي نحن فيه، وكفينا بكرة السلة. لعبنا السنة الماضية ما كان في نتيجة، كونه بداية الجرح كان قاسي والحياة شوي صعبة. السنة هاي شاركنا ببطولة جريح وطن وحصلنا لمركز أول الحمد لله. يعني كانت صعبة شوي المباراة، وفي عندنا منافسة كثير قوية، عندنا جرحى كثير أبطال كانوا عم يلعبوا معنا. الحمد لله وصلنا لنتيجة نحن وياهم وأخذنا مركز أول كرة السلة. ما بيرضى علي دائما غير مراكز أولى بالدراسة بالرياضة بكل شيء علي. تماما. هي بس الواحد يحط هدف قدامه بيوصل له، وأنا اليوم أي شيء بدي أشتغله لازم أحبه لحتى أقدر أوصل للنتيجة. علي شو مفكر لقدام؟ شو مشاريعك لقدام غير الحقوق يلي أكيد بعد 4 سنين يمكن سلمى إذا استضفنا رح يقول لك شهادة الحقوق أخذها ويمكن كمان بتميز. علي شو مشاريعك لقدام؟ مشاريعي لقدام أقدر أوصل لأي بيت جريح هو قاعد ببيته، أقدر طالعه من الحالة اللي هو فيها. اليوم أنا عندي كثير معنويات عالية سورية اللي هي كبيرة، ولازم نكون نحن ويا نحن واي مواطن سوري معه. مشاريع لقدام اقدر افتح مشروع لاي مصاب. انا مشروع الخياطة اللي فتحته كان حلمي درب الجرحى، كيف نحن عم ندرب كرة السلة، دربهم على المكنة، احول المكنة يدوية ودربهم عليها. بس هذا الشيء بده صبر وبده شغل، يعني لانه المشروع انا بلشت فيه مشروع الخياطة بمكنتين مثل ما حكينا، وشوي شوي عم تطور. هلا اليوم عندي 15 ماكينه عشان نشوفه معمل كمان. يخلي لي اياك ان شاء الله، لنشوف شو الله بيسر معنا. انا زملاء الجرحى ودين ما احكي لك عنه الاربعه،
يعني كثير كانوا واقفين مع بعض نحن بشكل عام، اي معاناه بتواجه اي واحد فينا بنكون مع بعض مشان نقدر نوصل اي شيء. يعني حتى بالدراسه وقت الواحد عنده امتحان بتلاقينا الاربعه مجموعين مع بعض عم ندرس. بوجه لهم تحيه من عندكم من هون لزملاء السلاح وزملاء الاصابه. أكيد. ودائما بنرجع بنقول كل جريح وكل بطل له قصة، قصة مختلفة وقصة حلوة، ولكن المشاركة يمكن بتعطيكم قوة. يعني الفترة الماضية فترة التدريبات اللي حصلتوا عليها أثناء الأولمبياد، وإنه شفتوا كل الجرحى من كل المحافظات السورية، قديت شاركتوا الفرحة، قديت شاركتوا التنافس، يمكن حتى يمكن الدورات الجاية يكون صار في لسه معرفة أكثر، يكون في أبطال جديدة. خلينا نحكي هي الفرصة، يمكن تعرفت على جرحى من محافظات تانية، صار في أفكار تشتغلوا سوا أو شيء. والفترة التدريب هي كانت أحلى فترة. كنا 150 مصاب نحن تقريبا، يعني كذا لعبة. كنت أنا مشارك معهم بالحديد بس ما وصلنا لنتيجة لأنه كان معي منافسين كثير أقوياء. تعرفت لجرحى كثير ما بعرفه، يعني أنا ما أقول لك حلمي أوصل لكل واحد جريح. وبهالبطولة هي إنه قدرنا نقعد مع بعض، كثير اللمات كانت حلوة والمعاناة تشوف المعنويات اللي عندهم الجرحى، ما كأنه متصاوبين، ما كأنه نحن على الكراسي، بشكل عام نحن ما بنحس إنه عندنا إعاقة. الإعاقة إعاقة المخ وقت اللي بده يكون هذا مرض من عند هون. تماما، هذا مرض من عند الله، بعد الله يشفي الجميع بشكل عام. والحمد لله قدرت اوصل لزملائي واقعد انا وياهن واحكي انا وياهن. في كثير مشاريع وكثير عالم بدت بتحب تطلع من بيتها، وهلا بهالمشروع هذا اللي صار مشروع جريح وطن، يعني في كثير خطط عمل انحطت بيناتنا كجرحى انه نقدر نساعد البلد. في كثير شباب انا تعرفت عليهم من كذا محافظات، من شان نقدر نشتغل مع بعض ان شاء الله. علي ما في احلى من صباحنا كان معك لليوم. نحن كثير سعيدين بيمكن هذا النفس اللي كلياته حياته، اللي يمكن بعض الاشخاص متامن لهم كل ظروف الحياه من دون اي مشاكل جسديه، ولكن غير قادرين فعلا على الانجاز او تقديم اي شيء. بدي اتشكرك كثير، بدي اتشكر زوجتك الموجوده معنا، امك المعطاء يلي اكيد انجبت بطل، وكلمتك دائما انك توصل لاي جريح. بنتمنى دائما يكونوا مثل علي بهي القوة والتصميم والإرادة. أتمنى لك كل التوفيق يا رب. شكرا لك. الله يحميك. شكرا الله. شكرا لك. شكرا يا بطلنا، نور صباحنا. الله يخليك. شكرا للإخبارية السورية اللي خلتني وصل شوي من صوتي، والله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله النصر لسوريا، منصورين بإذن الله. إن شاء الله يا رب. نحن اللي بدنا نشكرك لوجودك معنا اليوم، لأنه أتحت لنا هيك فرصة أنك تطلع على شاشتنا، ويكون دائما منبر لكل الجرحى والأبطال المفتخر فيهم. الشرف يكون معكم ويكون مع أي مواطن سوري. الله يحميك. شكرا لك. أكيد سلمى، بنوجه تحية لكل جريح وطن ولكل بطل من أبطال الجيش العربي السوري، وأكيد نترحم على أرواح الشهداء يلي قدموا أرواحهم لحتى نحن اليوم نكون موجودين هون، لحتى تبقى سوريا اسمها مرفوع بالعالم.